اختصر الله سبحانه وتعالى مضمون شهر رمضان حين قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله تعالى وصف شهر رمضان بالهدى، لكن انتبهوا، في رمضان هدايتان: الأولى هداية قرآنية، والثانية هداية فرقانية. فقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هداية قرآنية. وقوله تعالى: وبينات من الهدى والفرقان، هداية فرقانية. إذن الهداية القرآنية، هداية الأولى هي هداية القلوب، والهداية الثانية هي هداية السلوك. فيستفيد الإنسان من الهداية القرآنية صلاح قلبه، يستفيد من الهداية القرآنية صفاء قلبه، ويستفيد من الهداية الفرقانية تقويم سلوكه. ومن الهداية القرآنية التوبة التي يشعر بها العبد بالندم على ما فات، يقبل على ربه سبحانه وتعالى. كيف لا وفي رمضان ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن يدري، لعل الإنسان لا يدرك رمضان الآخر، وهذه موائد الجود الربانية قد فتحت، وهذه يد العطاء قد بسطت، فما علينا إلا بالتوبة وبالإنابة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الهداية القرآنية أن يجدد المؤمن إرادة قلبه حتى يتوجه بصدق وبإخلاص إلى الله: إني نذرت للرحمن صوما. ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كما في الحديث: وجهت وجهي، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والأرض حنيفة مسلمة، وما أنا من المشركين، نصراتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد التوحيد، من أراد حقائق التوحيد، حقائق الإيمان، يرجع إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم.